السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا بكم أحبتي في حلقة جديدة التي أحببت فيها أن أهدي لكم هذه الرسمة. أريد أن أبارك لكم شهر رجب، أدخله الله سبحانه وتعالى عليكم بالبركة وبالرحمة وبإصلاح الحال إن شاء الله. كما سنعرف أخواتي الكريمات إخواني الكرام أن الكثير من المسلمين في جميع دول العالم الإسلامي تغفلوا عن فضل هذا الشهر اللي هو شهر رجب، التي تعد من الأشهر الحرم، وهي من أهم الشهور الهجرية التي يوجب لنا استعداد فيها لاستقبال شهر رمضان المعظم، حيث جاء في السيرة النبوية الشريفة العديد من الأحاديث الصحيحة اللي تتعرفنا بقدر هذا الشهر العظيم المليء بالرحمة وبالبركة وبالخير. فخصنا نعرفوا شنو هي الفضائل ديال هذا الشهر، وليش تسمى بهذا الاسم هذا، وشنو هي الأعمال المستحبة اللي خصنا ندير. كما تتعرفوا أخواتي الكريمات إخواني الكرام أن كاينين شهور هجرية اللي فضلها الله سبحانه وتعالى وكرمها وأمرنا فيها كمسلمين الاهتمام فيها بالدين وكذلك بالسنة النبوية، الابتعاد عن المعاصي والقتال وغير ذلك من الأمور المكروهة. وهذه الشهور هذه هي أربعة. أما بالنسبة لشهر رجب فقد أطلق عليه هذا الاسم لأن العرب قديما كانوا سيقوموا برجب الرماح في الأسنة، يعني تخبعوا الرماح في الأسنة وتدفنوا كذلك الأسلحة في الرمال، ما تقاتلوش في هذا الشهر هذا. كما أيضا أن رجب الشيء أي تعظيمه وإعطاؤه مهابته، يعني مثلا إلا بغينا نرجب الشيء يعني نعطيه واحد المكانة واحد تعظيم واحد المهابة. كما قيل أيضا أن رجب هو معناه التوقف عن القتال، يعني هو التوقف عن القتال. كما ذكر بعض الفقهاء أن شهر رجب عنده أكثر من 14 اسما، منهم شهر الله، رجب، منصل الأنسنة، الأصم، الأصب، منفس، مطهر، معلي، هرم، مقشقش، مبرئ، فرد. فهذه الأسماء كلها هي بمثابة اسم لشهر رجب. أما بالنسبة للأعمال المستحبة في هذا الشهر التي تعتبر من أهم يعني الأعمال المستحبة في هذا الشهر التي تعتبرها من أهم الفضائل، هي الإكثار من الأعمال الصالحة مثل الصدقة، قراءة القرآن، الإحسان، القيام بعمرة، الذكر إلى غير ذلك من الأعمال الطيبة. العمل الصالح في هذا الشهر هذا له ثواب كبير جدا وعظيم كبقية الأشهر الحرم. والعكس يعني الواحد عاوتاني ماشي الى كان الثواب كبير في هذا الشهر العظيم، كذلك فالإثم سوف تكون عقوبته كبيرة، يعني فالمعاصي والذنوب ايضا لهم جزاء مضاعف كبير. اي حاجة فهي العقوبة ديالها تكون كذلك مضاعفة كما ان الثواب سيكون مضاعف. فكما تنعرفوا ان شهر رجب فيه حادثة عظيمة اللي هي ليلة الإسراء والمعراج، وهي ليلة مباركة عظيمة لا بد الإكثار من الذكر لله عز وجل. خصنا نسبحه ونعظم الله سبحانه وتعالى ونمجده ونحمده لأنها من الأعمال التي تضاعف الأجر في هذا الشهر والتي تهيئ للاستعداد إلى رمضان. وبهذا أقول لكم أحبتي مع هذه الالتفاتة
شهر رجب مبارك إن شاء الله، أدخله الله عليكم بالرزق وبالتيسير وبالهمة في الأعمال الصالحة، والله يبعد علينا هذا الوباء هذا إن شاء الله. وكما جات مع هذا الحدث الجليل ديال هذا الابن هذا اللي مسكين بقى فينا، اللي طاح في داك البئر ومسكين تعذب 5 أيام وهو في داك البئر هذاك، ويعني وخرج بصعوبة، ربما توفى في البئر. تنطلب الله سبحانه وتعالى أن الله يلهم الوالدين ديالو الصبر ويصبرهم، لحقاش راه ما سهلش أنهم يمشي لهم وليد عنده 5 سنين وبهذه الطريقة. الله يرحمه، الله يجعله من طيور الجنة إن شاء الله. ودابا غادي نخليكم مع هاد الرسمة المتواضعة اللي كنهديها لكل محبي قناة عالم أم صهيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأحد الفتيان ليسميه عضوا في جوفته، ولأن أكثر الأمانية